صيت النشامى يشق ده الفكر ويثير يشوش الشعر في طرقه ومحرافه والنعم والصيت يا مكثر مداويره لكني ما فاز به من يرجع خلافه رضي بن أحمد بن علا وهو لا غيره يمناه تسمو بجمع المال وتلافه يمناه تسمو بجمع المال وتلافه بالمجتمع نادر حلياه ووصافه هذا المنهالي كبير اسمه وتقديره اليا وقف وارتجل ما ترقي الاطرافه الصعب ما يفحمه لقام تسخيره بالمختصر مثل الصعب حسافه وله غريبه وابوه مولي عنيره وجده ما واحد على درب الوفا طافه وكل بالمجتمع نادر حياه وصافه بالمجتمع نادر.